في هالرؤية. أنا أتوقع أن دور المواطن أكيد أنه مهم جدا جدا جدا، دور المواطن في رؤية 2030. أنا ما راح أقول كلامي أنا على دور المواطن، أنا راح أنقل كلام سمو ولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على دور المواطن في هذه الرؤية أو دورنا تجاه هذه الرؤية. يعني الحقيقة دورنا يعني وذكرها سمو سيدي ولي العهد أن نشارك فيها يعني بفعالية وبكفاءة عالية كأفراد كمنظمات كقطاعات، الكل لابد أن يدخل ويشارك في هذه الرؤية. أن إحنا عندنا أدوار، كل واحد منا له دور، فأنت دورك اللي تقوم عليه يجب عليك أنك تشارك من خلاله في تحقيق أهداف هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية العظيمة إحنا طال عمرك المكان هذا وهذا البلد هو مكان الناس الحالمين، أصحاب الأهداف، أصحاب الرؤية، أصحاب الهمة العالية. يعني ولي العهد رؤية اتجاهنا كشباب الوطن وكشباب المجتمع، يعني كثير ما سمعنا يعني من سمو سيدي ولي العهد كلمة أن شبهنا بطويق وشبهنا بتشبيهات كثير، يعني كلها يعني تدل على علو الهمة، على الشراكة، على القوة، على وإحنا حقيقة يعني شباب الوطن الآن هم عماد هذا الوطن، هم الركيزة الأساسية في الرؤية. وهذه كلمة ذكرها سمو ولي العهد بنفسه، قال الركيزة الأساسية في الرؤية، إحنا الركيزة الأساسية كشباب، فدورنا كل واحد يساهم من مكانه في تحقيق الأهداف المناطة حوله أو في عمله أو في مكانه، كدوره في أسرته، دوره في مجتمعه، دوره في عمله، أياً كان دورك شارك وساهم بكل ما تستطيع من قوة وحقق يعني أهداف هذه الرؤية، وساهم يعني في بناء يعني الاستراتيجية، وكن فعالاً في هذا المجتمع. يا سلام. فيه إذا فيه من الشباب قصيدة وطنية عندكم الربع أو شيلة وطنية جاهزة منكم طلاب؟